ألف سرزة وسرزة معي علي لقمان دير. هكذا حدثنا أردبشت. يهودي صغير يودعني. تلك الصورة في كتاب القراءة لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي لا تنسى. صورة الجندي العربي البطل الذي يشبه المطرب التركي إبراهيم طاطسس بشاربيه الأسودين وشعره الأجعد ونظراته الصارمة الشجاعة وهو ينقض بحربة بندقيته على الجندي الصهيوني الجبان طبعا صاحب النظرة الهلعة المتوسلة. ثم لن أنسى بعد ذلك مصطلحات كثيرة كالعدو الصهيوني الغاشم والكيان العنصري، بل إن البعض لا يتجرأ على ذكر اسم إسرائيل دون تلك الديباجات. فتسمع الراديو وهو يبث برنامج قواتنا المسلحة الذي يتخصص في بث الروح العقائدية في صفوف أفراد جيشنا الباسل طبعا، وتسمع إحدى التمثيليات التوجيهية الكوميدية وهي عبارة عن حوار بين جنديين صهيونيين، فيقول أولهم واسمه ناعوم لصديقه ساحوم: ساحوم، نعم يا ناعوم، هل تعلم بأن علينا الحذر من الجيش السوري البطل؟ ولماذا يا ساحوم؟ لأنه جيش عقائدي شجاع لا يخاف. نعم صدقت يا ناعوم، كما أنهم يلتفون حول قائد عظيم. ومن هو هذا القائد العظيم يا ناعوم؟ إنه سيادة الرئيس المناضل الفريق الركن حافظ الأسد يا ساحوم. وفجأة يهاجمهما جندي عربي سوري بطل ويقول مهددا: قفا مكانكما بلا أي حركة، من أنتما؟ فيردان معا: نحن من العدو الصهيوني الغاشم. وكنا قد سبقنا هذه البرامج في مسرحياتنا المدرسية التي كان مسموحا لنا فيها أن نوجه الكلمات النابية ضد العدو الغاشم حصرا، كما أن الأدباء كتبوا الكثير عن هذا الصراع. لكن ما يهمنا هو ذلك الأدب الذي خاف أيضا من ذكر إسرائيل حاف، لابد من الديباجات التقليدية. فها هو قاص قرأ قصته عن شاب فلسطيني يحب فتاة يهودية في الأرض المحتلة، فيسألها الفلسطيني: متى أتيت إلى هنا؟ فترد الفتاة الإسرائيلية: أتى أهلي إلى الكيان الصهيوني العنصري المزروع في قلب الأمة العربية عام 1948 قادمين من بولونيا. المهم ما يكون بالطويلة، فلقد شاءت الظروف أن أمشي في شارع خلف شارع مدرسة حلب الخاصة الثانوية في حي الجميلية بحلب كي لا يراني الآذن أبو حسن عابرا دون أن أدخل، إذ أنني كنت قد نويت الغياب عن الحصة الأولى من أجل صحن فول بطحينة من عند الفوال أبو حسن الحبيب. وفجأة رأيت فتاة جميلة شقراء بشعر قصير وهي تحمل طفلا في يديها تشير إلي بالصعود إليها عبر درج طويل جميل يصل إلى بيتها، وصعدت وفي رأسي تتعارك الأفكار الرومانسية مع أفكار الإثارة، وقررت أن أكون رومانسيا في البداية ريثما نتعرف على الأجواء الفعلية لهذه الدعوة الأنثوية الصباحية. لابد وأنها مطلقة وزوجها الحقير ترك لها الطفل وهرب إلى عوالمه المتهتكة، سأتزوجها ونربي الطفل معا. كذلك قررت وأنا أصعد الدرج الطويل إليها، وما إن وصلت حتى أشارت إلي مبتسمة أن أدخل البيت. وفرطت أعصابي يا شباب، سأدخل، نعم سأدخل، تفضل دخول، كذلك قالت المدام. ودخلنا البيت معتم تقريبا بفضل الستائر المسدلة. يا سلام، الستائر مسدلة، هناك إضاءة خافتة جدا، الجو رومانسي جاهز. إذن ينقصنا فقط صحن الفول المشتهى من عند أبو حسن، لكن لا بأس، لا مكان للفول في هكذا نوع من الجلسات. أصلا الفتيات المودرن يكرهن الفول كرها جما. صوت رجل يرحب بي هزني رعبا ثم دمر أفكاري بشقيها الرومانس والإثارة، بينما هي تقول لي أن أمشي إلى الأمام قليلا ثم أنحرف إلى اليسار. وقبل أن أنحرف شاهدت امرأة عجوز جالسة فرميت عليها التحية، فردت بابتسامة وتحية. قالت الفتاة بلطف أن أشعل تحت صحن من الجبن والماء على البوتاجاز، وقال الرجل أن أشعل النار تحت إبريق الشاي أيضا. خفت، لماذا لا يقومان بذلك؟ لماذا أنا من سيشعل الغاز؟ وكأنهما عرفا ما يدور في ذهني، فعاجلني الرجل بقول: نحن لا نعمل يوم السبت، حرام عنا، لأننا يهود. يهود؟ يا عيني يا ليلي، والله وأكلت يا أبو حسين وما حدا سمع عليك، علقت بين إيدين العدو الصهيوني الغاشم. هل لأنني قلدت الصهاينة في مسرحيات المدرسة وقلت للفدائي الفلسطيني هيا اعترف يا أحمد ثم قمت بتعذيبه؟ هل لأنني وضعت عصابة على عيني وأنا ألعب دور موشي ديان؟ هل جاءك موشي ديان محتلا حلب وسيعاقبك بقطع لسانك لأنك سخرت منه؟
هل أصبحت مكاتب مناحين بيجن هنا؟ ولي بس ما يعملوا مني فطير صهيون. وبدأت بإشعال الغاز بتوتر شديد، طلبا مني أن أشعل تحت قدور موضوعة على نار فوانيس هادئة جدا، فأشعلت. طلبا أن أطفئ تحت الجبن وأغسله وأضعه في صحن البلور، ففعلت. طلبا أن أنقل بريق الشاي مع الكؤوس وعلبة السكر والمعلقة إلى الطاولة، فنقلت. طلبا أن أقلي البيض بلطف شديد، فقليت. وبعدها لم أدري كيف صرت خارج البيت، ودعتهما بسرعة البرق حالما انتهيت من مهماتي. لحقا بي إلى الباب مع الطفل الصغير الذي لوح لي بيده أيضا، يهودي صغير يودعني. دقيقة واحدة وكنت آكل الفول عند أبو حسن لاهثا وأنا أنتظر أن تقبض علي المخابرات بتهمة إعداد فطور للعدو الصهيوني الغاشم. هكذا حدثنا هذا البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.